أكدت مفوضية الانتخابات أن أجهزة العد والفرز ستصدر تقريرها لممثلي الكيانات السياسية بعد 10 دقائق فقط من إغلاق صناديق الاقتراع، لافتة إلى أن جميع الصناديق مبرمجة على التوقف في الساعة 6 من مساء يوم الانتخابات. جهاز العد والفرز سيكون حقيقة سيستخدم على مستوى كل محطة. هذا الجهاز لديه القدرة وقابلية وتقنية كبيرة على قراءة التأشيرات على ورقة الاقتراع وتحويلها إلى بيانات رقمية، ومن ثم إصدار تقرير للنتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع بالساعة 6 تماما. طبعا كل الأجهزة مبرمجة أن تقف أو أن تتوقف الساعة 6 مساء بالتحديد ببرمجة تلقائيا. بعد 6 بدقيقة أو دقيقتين سيقوم الجهاز بإصدار 10 تقارير للنتائج. ستعطى هذه التقارير إلى وكلاء الكيان السياسية بعد توقيعها من قبل موظفي الاقتراع وممثلي الأحزاب المتواجدين في تلك المحطة في نفس اللحظة في نفس الدقيقة، لكن أؤكد على مستوى المحطة، ومن ثم تعطى هذه التقارير. أيضا الجهاز وبإعاز لديه القدرة أيضا بعد تسليم هذه التقارير إرسال النسخة الثانية من التقرير، هذه النتائج عبر جهاز الوسط الناقل للفيزات عبر القمر الصناعي إلى مركز الرئيسي في المكتب الوطني.